انتبه استوى هذه المنافسة التي شادتها الروح الرياضية العالية والتي عملتم من خلالها على إظهار ما لديكم من قدرات ومهارات بدنية أثمرت بتسجيل نتائج مشرفة عكست تطور مستوى الرياضة العسكرية واللياقة البدنية، وها أنتم اليوم تعيشون نشوة إعلان النتائج وتوزيع الجوائز والميداليات على الفائزين الأوائل، فتحية لكم جميعا. الحمد لله. السباق كان مجموعة من الرياضيين من النخبة الوطنية معي، كان سباق جيد، والمسلك كذلك كان ما شاء الله. ونشكر كذلك قيادة الفرقة، قيادة الناحية العسكرية الثانية على حسن التنظيم.